السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Peace be upon you all. موضوع اليوم جد مهم، وهو يتحدث عن معرفة اللغة أو كيفية التمييز بين اللغات الأجنبية عموما. كل لغة عندها خاصية مميزة وعندها عدة مزايا. We have special features to speak all about. We did not get arrived towards such language learned forward mastering it and versed being well versed toward it. ما غاديش توصل لنقطة متقدمة من فرزك للغات إلا إذا أتقنتها وتمكنت منها. كنا إحنا عندنا في العالم كاين واحد ترتيب، كاين most important languages، واحد اللغات مهمة اللي لازم زعما تفوت فيهم، وكاين لغات يقول لهم underrated. You know what is meant by underrated? Underrated languages. Underrated كيما نقولوا ماهوش معروفين بزاف، اوكي، not given such a value، وعندهمش واحد القيمة كيما هي القيمة معطات اللغة الإنجليزية الإسبانية والصينية وما إلى ذلك، والروسية والألمانية. ف those underrated languages they are common and well known for most of the other people. في الأغلب الناس يعرفوهم، خاصة لأنها متداولة. مثلا إحنا عندنا هنا في الجزائر كاين واحد contextual variety that happened to be اللي راه هنايا، اللي مثلا ذوك الأفارقة African people. African people or Africans in general, they speak Hausa, Swahili, Bumbari, speak like for example Duo, speak other dialects and Igbo and so forth. عندهم عدة لهجات ولغات يتحدثوا بها. كاين واحد الحاجة كامن بيناتهم، مثلا كيما انا لاحظت مثلا كي تخاطب واحد تقول له كا، اوكي، كا هي لايك يو سي ان انجلش، يو مثلا زول مثلا كاما غانا ولا غا اللي يدرك الكا، مثلا كا بابا مثلا كي سواهيلي، كي سواهيلي لغة. هذه عامة يفهموا لأنها كاين واحد الكامن ووردز، كامن كونتكست، هذاك النمط والسياق مشترك، اوكي. حتى اذا تحدث بالهاوسا يفهمك داك السواحلي، حتى اذا تحدث بالها بالبامبارا ولا other languages they may get into you يوروبا ولا ايغبو ولا تعرف تاع نيجيريا وهذا الصوالح. So البوينت هنايا واش هي؟ The point is that you will be able to understand the common things toward one item and one item, one linguistic item. بواحد المرجع واحد تقدر تفهم عدة لغات ومشاريع، اوكي. مثلا نعطيكم مثال، مثلا احنا عندنا في الصينية مثلا مثلا تقول له ني، مثلا كوي، مثلا شوو، تاي، مثلا جونغو، يوين، جونغو دا يوين، اوكي. ني كوي شوو تاي جونغو دا يوين، ني كوي شوو تاي جونغو دا يوين. باللهجات في الصين عدة واللغات عدة، مثلا هم وو يوين، كوندونغوا، تايوان يوين، اللغة التايوانية، اللغة الكانتونية، اللغة الوو، اللغة الماندارية وما إلى ذلك، وعدة لهجات. صح أنت كي تكون قاب الأصل اللي هي الماندارية تقدر من خلالها derive out just for pronunciation، تبقى لك فقط الفكرة أنك تقبض منحة متاع الكلام تاعهم وتمشي وتحوله. هما فقط في ني يقولوا لي لي كون، لي كون، لي كون سيك ولا لي سيك كون زاي تونغو، تونغو يوين، تونغو يوين، لي سيك كون لي سيك كون زاي تونغو يوين. انا مثلا كيما وشي راه وشي I am a teacher يقولوا
لايسي لاوسي كيبدلوا غير شويه. سو يو جيت ذيس بصح هذه كي دير سوسلا هذه مرحله شويه كي تتقدم في معرفه اللغه جيدا تبدا تحل هذه الامور. او تركيا التركمان والكرد وهذا ما الى ذلك كان عندهم نفس الاخر مثلا بان ترك مثلا ترك جي ديال استيورو وما الى ذلك بان تعاود نفس التركيب مثلا كيسكي كردية ديال دوسنيوس ولا ديال سيفيرسن تبدا التقارب في الكلام اللي زقبضه. اوكي سو يو جيت ذا كونتكست اوت اوف ذيس ديريفيشن ثرو ذا اكسبريشنز. More important that you figure out even so for those other languages like Latin and Latino, like also Italian, Portuguese, Espanol. Así cuando hablamos esos idiomas, tenemos alguna cosa, podemos decir es el común, el popular, el famoso, a través de todos los cuatro idiomas, general de las lenguas árabes. Okay, en italiano pusimos también. Anche per le persone che vogliono parlare l'italiano e so come l'espagnolo e il portoghese, ok? Tugbar le tenes delle espressioni succumano in francese, ok? Che noi abbiamo l'occasione si può assimilare le espressioni attraverso qua parole, e c'è ça? And that's what you get, okay? Of Deutsch, Netherlands, Dansk, Svenska, Port. تبدأ تقبض من خلال هذا من السويدية إلى الألمانية إلى الهولندية وما إلى ذلك. إحنا دائما عندنا واحد المنحل اللي نقبضوا عليه أساس الكلام. أوكي تقول أوه كيفاش تمكن صح هي صح درجة عالية من خلال الدراسة تبدأ تقبض لاسيميلاسيون لانغويستيك اترافيغ لي بليزيغ لونغ سي با كو ميم كون اون لونغ سول مي بور لابرونون كي فو ابخوندغ بليزيغ لونغ إل فا être capable de comparer et assimiler des voix parfaites. OK? يقبضها بطريقة صح فعالة يبدأ يقبض هذه وش من اللغة هذه وش من اللغة والاسيميلاسيون اترافير لي زيكسبريسيون هذه. صح عندكم اي تعليق او اي موضوع تريدون ان اجاوبكم عليه راسلوني في الايميل in my channel يوتيوب فيسبوك. Happy feast and take care about yourselves and ciao. Assalamu alaikum.